نعود إليكم مشاهدينا ونستكمل أيضا هذا الحديث الشيق من هذا المكان التاريخي من منطقة أم الجمال. حديثنا اليوم مع الشباب المنتمي أهل المنطقة وأهالي منطقة أم الجمال الكرام الطيبين المنتمين لهذا المكان. عندنا نموذج من الشباب الأردني المهندس جهاد المساعيد، هو ضابط ارتباط ما بين المجتمع المحلي في منطقة أم الجمال والجهات والمؤسسات المسؤولة عن هذا المكان الأثري من وزارة السياحة والبلدية وغيرها من القطاعات. له إنجاز كبير أيضا جدا وانتماء لهذا المكان. أهلا وسهلا فيك مهندس جهاد. أهلا وسهلا فيكم بأم الجمال، بيتكم الثاني، بيت كل الأردنيين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك. الحقيقة أنا دايما زي ما قدمت لنا وقالت يعني أنت ابن أم الجمال، فببقى سعيدة جدا لما بيكون ابن المكان هو المطور للمكان. فلما حضرتك بتكمل تعليمك وتعمل رسالة ماجستير عن أم الجمال، أعتقد ده برضو بيدي يعني ما فيش حد أفضل منك ممكن يعطي يعني هذه الرسالة معلومات وبحث وقيمة بهذه الدرجة. إيه اللي خلاك تفكر في ده؟ في البداية بعد ما رحبت فيك بأم الجمال، أنتوا اليوم بأم الجمال بعد إدراج قائمة التراث العالمي، فأوجه من برنامجكم الشيق تمام شكر وامتنان لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني تمام، لأنه لولا توجيهاته لما وصل ملف أم الجمال لقائمة التراث العالمي. أم الجمال وتاريخها ودراستي هي متعلقة بتاريخ أم الجمال، فحاب أحكي بالبداية عن لمحة عن تاريخ أم الجمال قبل ما نحكي عن رسالة الماجستير تبعي. أم الجمال هي تعود للفترة النبطية تمام، رومانية تمام، للفترة البيزنطية تمام، للأمويين لزلزال 749 تمام، صار في هجران للموقع كمان لسببين رئيسيات، أول شيء الزلزال المدمر، ثانيا انتقال العاصمة الأموية إلى العاصمة العباسية من دمشق إلى بغداد، فهذا أدى إلى هجران الموقع. لما نيجي نحكي عن أم الجمال بالفترات اللاحقة كان في استقرار بسيط من قبل المجتمعات المحلية، وهذا ما هو رسالتي، أني أنا بدي أركز على الفترة جوهرية اللي هي تاريخ أم الجمال من تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية إلى اليوم. نحكي عن المجتمع المحلي، التاريخ الحديث، التاريخ الحديث لأم الجمال، فنحكي عن تاريخ المجتمع المحلي بأم الجمال. أم الجمال هي ما كانت مهجورة، هي كانت جزء من تاريخنا، جزء من تراثنا كأبناء أم الجمال، كعشيرة المساعيد وعشائر أهل الجبل عامة. أم الجمال هي كانت بيت لأغلب سكان البادية تمام، كانوا يستخدموها في فترة الشتاء تمام لتحميهم من البرد والتخزين كمان، ويذروا عن الرياح والأمطار، وفترة الصيف كانوا يستخدموها كمستودعات للحبوب للأعلاف تمام، لأفراش الشتاء تمام، لوينتر فيرنيتشر، وينتقلوا هم والمواشي تبعتهم لجبل عرب أو لمنطقة الأزرق حسب نوع الماشي اللي استخدموها. فهي ما هو رسالتي أنا بدي عن تاريخ أم الجمال الحديث، شو عملوا المجتمع المحلي بالموقع، كيف رموا من البرك، كيف عاشوا منطقة صحراوية فيها شح في المياه تمام، كيف اعتمدوا على هاي المواقع الأثرية تمام وحولوها تمام لمكان يسكنوا فيه، بينما هم بدوا رحل يعتمدوا أغلب حياتهم على الترحال من منطقة لمنطقة، كيف بدوا يستقروا تمام بعد ما صار في حدود وتقسمت المناطق تمام، أنه استقروا داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبدأوا ينتشروا خارج الموقع. لما نحكي عن نقطة مهمة تمام، وبداية الحفاظ على الموقع مش إشي جديد، 1972 دارت الأثار العامة الأردنية وزارة السياحة حكت أنه ممنوع حد يعيش داخل الموقع بعد اليوم تمام، صاروا ينتقلوا اللي هي نحكي عن أم الجمال الجديدة اللي هي بلشت بال 72 بشكل أوسع، كانوا موجودين محيط كمدينة. الموقع كمدينة. نعم. طيب هذه المنطقة منطقة لها أهمية كبيرة جدا إذا ما اعتبرناها وهي كذلك إنها على طريق الحرير. نعم. خلينا نحكي على هذا الموضوع. أم الجمال لما نحكي عنها هي ارتباطها مش فقط طريق الحرير أو طريق ترجان، هي لقربها من طريق ترجان تمام، هي كمان واقع على طريق آخر اللي هو الطريق يمر من القصور الصحراوية، نحكي من جاوة وبرقع تمام، امتدادا إلى مناطق أم قيس تمام، فهي نحكي عن كروس رود اللي هي تقاطعهم بالباعج، بس أم الجمال هي لقربها بالباعج، هي أكبر
مدينة سكانية تجارية عسكرية تمام على المنطقة الحامية، لما نحكي الحامية الرومانية، الحامية البيزنطية، الحامية النبطية تمام، كمنطقة تجارة، كمنطقة وسطية، كمان بالفترة الأموية كانت بالقرب من طريق اللي هو طريق التجارة اللي هو طريق رحلة الشتاء والصيف تمام، من مناطق الحجاز إلى مناطق دمشق تمام، مرورا بوادي العاقب، مرورا بأم الجمال. فأم الجمال إلها من اسمها نصيب، وهي أم الجمال تمام، من الترحال، من القوافل التجارية كانت تيجي فيها التنقل. طيب الحقيقة أنا يعني طبعا لأنه إحنا في المكان ده، لكن أنا الحقيقة عرفت إنه في زيارة جلالة الملك عبدالله لأم الجمال كنت أنت المرشد والموجود والتور جايد للمكان، وكان معاك أيضا يعني شابة كمان كانت موجودة معاك. فيعني قولي إزاي استقبلت جلالة الملك، إيه أكتر الحاجات اللي كنت حريص إنه يعني جلالة الملك يشوفها، وإيه أكتر التعليقات اللي كانت جلالة الملك كان يعني أبرز تعليقاته على المنطقة والمكان؟ سيدنا لما زار أول موقع، الموقع تمام، هذا كان لنا شرف كبير إحنا نلتقي فيه بأم الجمال. هو ما زار الموقع لحاله، هو زار الموقع هو وسمو ولي العهد تمام. كان شرف، شفت الصور في الطريق واحنا جايين، كان شرف لنا ان هو يجي لام الجمال ليسمع من احنا كشباب الموقع تمام، هو التقى فينا احنا ثلاث شباب من ام الجمال، ليسمع عن شو اهدافنا، شو طموحاتنا، شو رؤيتنا للموقع تمام. فكان كل ما يحكي لنا عن شغله نحكي له سيدنا بس بدنا يعني ندرج الموقع قائمة التراث العالمي، بدنا ننمي المجتمع المحلي، بدنا نحافظ على تاريخ الموقع. يعني لدرجة أنه لما طلعوا الشباب اللي كانوا معه يحكون أنتوا ليش ما طلبتوا لكم، إحنا حكينا طلبنا الموقع، إحنا كنا طلبنا إنه. فسيدنا يعني لا من هذيك اللحظة تمام، وإحنا عارفين أنه قديش هو بحب الموقع تمام، من زيارته وهو ظل متابع معنا يعني مرحلة مرحلة لحد وقت التصويت تمام. سعادة رئيس بلدية أم الجمال بنفس اللحظة هو هنا واحتفل، مش بس أهل أم الجمال تمام، الاحتفالات كانت بعمان طبعا، كانت برغدان تمام، كانت احتفالات على مستوى العائلة الحاكمة قبل ما يكونوا على مستوى المجتمع المحلي تمام، قبل ما يكونوا على مستوى الأردنيين. النهاية يعني مش أنه أي موقع، هذا موقع تمام من أقدم المواقع وأعرقها على مستوى المملكة وعلى مستوى نحكي الوطن العربي، هي المدينة الوحيدة المتكاملة تمام اللي عمرها أكثر من 2000 سنة تمام. هي يعني في شغلات كثير تحكي عن أم الجمال، اللي يزور أم الجمال تمام يتعلق فيها، زي إحنا ما حكينا قبل شوي قبل الهوى تمام، الراحة النفسية السائح أو الزائر اللي يشوفها بأم الجمال تمام ما بيلاقيها بأي مكان ثاني، الهدوء، الهوى النقي، طيبة أهل أم الجمال تمام، هاي لحالها من العوامل اللي تشجع السائح يجي هون وتشجع المستثمرين أنهم يجي لهم. أنا علشان هيك أشوف مهندس جهاد وأنت تتحدث بأنه كنت تطلبوا من جلالة سيدنا ومن ولي العهد بأنه لا إحنا بدنا للمنطقة. هذا الشباب الأردني اللي دايما أنا بضل أحكي فيه الخير، وإحنا متوسمين بمستقبل رائع، لأنه إذا شبابنا هذا نموذج، أنت واحد من الشباب الأردني نموذج اللي منتمي لأرضه ولمكانه واللي بفكر كيف مستقبل الأردن، إحنا إيش بدنا للأردن. الآن ما انتهى المشوار مهندس جهاد، أنتوا كشباب متعلم من أهالي المنطقة، من أبناء المنطقة، متجدرين أنتوا فيها، ومنطقة عشائرية منتمية جدا يعني من لأم الجمال، كيف بتفكروا الآن تسوقوها سياحيا؟ الدور عليكم كشباب بأنه نسوقها بطريقة غير تقليدية جاذبة. إحنا كمجتمع محلي وكشباب تمام، هدفنا الرئيسي إنه إحنا نحافظ على المكان تمام، ما يصير في أي تدخلات تسيء للموقع تمام. فهي من النقاط اللي إحنا قاعدين نسعى إنه نسوقها. فأنتي لما تيجي لما نحكي عن الشباب، حكينا احنا عن الشباب كثير، راح تلاقي مهندسين وجامعيين تمام ودرجات شهادات عليا كلاتهم يشتغلوا بالموقع، ما عندهم مشكله يعني بيشتغلوا اي شيء لما فيه مصلحه الموقع كامل تمام، لان هاي جزء من تاريخنا، جزء من ثقافتنا، جزء من تراثنا. يعني انا كل بيت ببيوت الموقع، كل بير مي له اسم. فنحكي يعني مثلا من اقرب موقع لنا اللي هو بير الحج اللاحم تمام،
مرج اللحم، وفي بير الحج مشوح، بير رحيبة، براك الشيوخ، تمام. كل نقطة بيت العويصي اللي خلفنا، تمام، كل نقطة بالموقع، كل شيء هي مرتبطة بتاريخنا، تمام. تسويقنا للموقع هو من هاي الشيء، انه كيف احنا نحافظ عليه من يعني في شغلة احنا بالعمارة نعرفها this is more، تمام. كل ما كانت احنا حافظنا على الشيء يكون بطريقة سيمبل بسيطة، صحيح. تمام، كل ما كان زاد رونق الموقع. وهو ده اللي احنا انا وانت علقنا عليه، ان الدنيا هنا بسيطة راقية، ولانه القيمة التاريخية اعمق واعلى. الحقيقة الحوار معاك ممتع، انا سعيدة جدا، الله يسعدك. الله يسعدك. وسعيدة اكتر يعني زي ما كمان لانا بتقول، سعيدة انك ابن الاردن وابن ام الجمال وحابب الموقع اللي تربيت فيه واللي تاريخك فيه، وعايز تكبره وتعمل رسالة ماجستير. ويعني كتير من الشباب بيبقوا يعني عينهم على أماكن تانية وبيسيبوا أراضيهم، لكن الشباب المتمسك بأرضه ده هو عماد الأرض دايما طول الوقت. رسالتك الأخيرة للشباب العربي، بما أننا بيت للكل، محطتنا العربية المتنوعة ما بين الأردن ومصر وفلسطين والعراق، مصاحب اللي بتقابل الشباب واللي بتخليهم يعني أحيانا بتبقى بلادهم في حاجة ليهم، لكن ما بيبقوش قارين الرسالة كويس، أنت ابن الأردن اللي محافظ على التراث، رسالتك ممكن تبقى إزاي في الآخر؟ رسالتي كابن أم الجمال، تمام، ومن وحي الإشي اللي قاعد يصير عندنا بالمنطقة، المنطقة كاملة، تمام، كل بقاع الوطن العربي، تمام، لما نحكي عن فلسطين، سوريا، لما نحكي عن العراق، تمام، لما نحكي عن اليمن، لما نحكي عن المناطق اللي قاعدة تتأثر بالصراعات اللي قاعدة تصير بالشرق الأوسط، تمام، احنا لازم نيأس، تمام، من رحم المعاناة، تمام، تخرج يخرج الإبداع. صحيح. كل احنا ما حبينا بلدنا أكثر وحبينا المنطقة اللي احنا نعيش فيها أكثر، كل مشروشنا تعمقت حب المكان. أشكرك. تمام، وهذا الشيء يعطينا الدافع انه احنا نبدع، دافع انه احنا ننجح. النوم ما يجيب غير النوم، بس انت طول ما انت تدرس وتجتهد وتحاول، طول ما انت تحاول اخرتها غير توصل. اكيد. ويعطيك العافيه. احنا بدنا نشكرك مهندس جهاد المساعيد، وحضرتك مهندس معماري وابن هاي الارض الطيبه، وانت فتحت عيونك على الآثار اللي موجودة، وأنت محظوظ. الله يسلمك. والأردن محظوظة بأمثالك، الشباب الأردني المنتمي والمتجدر والمتمسك في أرضه، زي ما حكت شافكي، الشباب اللي ما عينه بتكون لبرا ومش أماله لبرا، لأنه هاي الأرض فيها الخير. إن شاء الله الخير بضل بوجودكم كشباب أردني واعي. شكرا. شكرا مهندس جهاد. شكرا لكم أنتم اليوم كمان، ونورتونا.